شكرا لقناة الموصلية لإتاحة الفرصة للتكلم عن انتخابات 10/10/2021. طبعا نحن كشباب مرشحين مستقلين كنا نتأمل خير أنه يحدث تغيير في العملية السياسية في محافظة نينوى كما حدث في الوسط والجنوب من خلال التشرينين الذين تركوا بصمة قوية وحصلوا على عدد من المقاعد، لكن للأسف الشديد في نينوى العملية الانتخابية تفتقر إلى الكثير من الأمور. عدد الأصوات داخل المحطات قليل جدا، كثير من الشباب اللي بعثناهم أنه يصوتون داخل المحطات لكن الشرائط اللي طلعت غير شيء، وأكو جهات متنفذة سيطرت على الشرائط وما خلتنا أنه يعني ناخذ هذه الشرائط لمقارنة الأصوات مع أصوات المفوضية. نعم. تصور أنه كان عملية يعني غبن لدى أغلب المرشحين؟ أكيد غبن لدى كثير من المرشحين. بعد انتهاء عملية الاقتراع تواصلنا مع الكثير من المرشحين، تبين أنه عدد الأصوات المحسوب لدى المفوضية يعني بعيد كل البعد عن الأصوات التي حصلوا عليها من خلال الشرائط. وأحد المرشحين مشكورا شكل غرفة عمليات في داخل مكتبه وقام بجمع الشرائط، وننتظر إن شاء الله قرار الطعن بخصوص المرشحين القريبين من الفوز. التقصير وين؟ تقصير كثير جهات مقصرة بهذا الصدد. مثل ما ذكرت لك متأملين خير كنا بهاي الانتخابات لتغيير الواقع العملية السياسي في نينوى. نحن كشباب مستقلين اليوم غبنا كل الغبن. الأحزاب المتنفذة والجهات المتنفذة هي من سيطرت على مسار العملية الانتخابية في نينوى. المفوضية لن تكون موفقة؟ بصراحة المفوضية عملت بصورة جدية مع انتخابات تشرين، لكن هل هناك خلل في الأجهزة كما يشاع في باقي المحافظات أو خلل في إرسال البيانات إلى دولة الإمارات؟ نتأمل خير إن شاء الله وننتظر نتائج المفوضية بعد الطعن.